اللهم صل على محمد وآل محمد، تقبل الله صلاتكم وصيامكم ودعاءكم أحبتي الصائمين ورحمة منه وبركاته. سؤال اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك: المرأة القليلة اللبن، الحامل المقرب والمرأة المرضع القليلة اللبن، إذا تعذر عليهما الصيام أو أضر الصوم بهما أو بجنينها، على سبيل المثال الحامل المقرب التي تكون في شهر الثامن أو شهر التاسع، إذا لم تتمكن من الصيام إما بسبب أنها تتضرر أو بسبب الجنين الذي في بطنها يتضرر، كذلك المرضعة القليلة اللبن في بعض الأحيان إذا صامت تتضرر هي أو جنينها هو الذي يتضرر، ماذا يفعلان؟ الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن ماذا يفعلان؟ الجواب: يجب عليهما، طبعا هنا يفطران، ويجب عليهما الفدية. الفدية يجب عليهما الفدية، والفدية ثلاثة أرباع الكيلو، يعني مد ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، ثم يجب عليهما القضاء بعد ذلك. ثم يجب عليهما القضاء بعد ذلك. إذن يستقر في ذمتهما الفدية والقضاء، الفدية والقضاء بالنسبة إلى الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ببركة محمد وآل محمد.